السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم في قصات مالحين العاشوراء أو أي مناسبة، يعني هادو كيكونوا دائما موجودين في الدار، خصوصا في الوقت ديال الصيف، يعني كيكونوا كتجي العائلة هكذا، الأصدقاء الأحباب، يعني ما يخصمش يخطونا من الدار، يعني ما فيهمش بزاف ديال المكونات، سهلين وبساطين. الطريقة راها سهلة إن شاء الله. غادي نبدأ معكم إن شاء الله بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غادي نحتاج إن شاء الله كيلو ديال الدقيق ديال الفرص، دقيق أبيض، ونعطيكم المقادير ديال كيلو إن شاء الله. غادي نضيف لي جوج ديال البيضات، البيض يكون بالحرارة ديال المطبخ، وعندي كاس لاروب ديال الزيت، زيت الزيتون، ممكن ديروا نص زيت الزيتون ونص زيت نباتية، وعندي كاس لاروب ديال الزبدة مدوبة، أنا عندي شوية هنا زايد شوية على كاس لاروب، يعني منين دوبت عطاتني ديك الكمية زايدة. صافي، عندي هنا راس معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، ومعلقة صغيرة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال الملح، يعني معلقة كبيرة تكون عامرة ديال الملح، وغادي نضيف إن شاء الله عندي هنا معلقة صغيرة ديال البودرة ديال البصل. هنايا درت شوية وعاود ضفت، يعني عمرت درت معلقة صغيرة عامرة ومعلقة صغيرة عامرة ديال البودرة ديال الثوم. هنا غادي نضيف نص خمارة ديال 8 غرام، فيها 8 غرام، يعني غادي ديروا 4 غرام ديال الخميرة ديال الحلوة مع الحرارة وداكشي. دابا ما خصناش نكثروا في الخميرة، راه غيخمروا لينا دغيا، وحنا ماشي في حاجتنا باش يخمروا لينا دغيا. وغادي نضيف 4 ديال القطع ديال الجبن، الجبن اللي متوفر عندكم، درت 4 ديال القطع. وغادي ناخد ان شاء الله معلقة كبيرة عامرة ديال الموطاد، تكون عامره بزاف، اولا ديروا جوج معالق مسوحين. وعندي معلقه كبيره ديال التوابل ديال السمك، التوابل ديال الحوت. صافي، غادي نخلط هاد المكونات مع بعضهم مزيان. بالنسبه للماء غادي ناخذ الماء يكون غير بالحراره ديال المطبخ، ما تدفيوه ما والو، لان الماء دابا اصلا الحال سخون بزاف، راه الماء كيكون في الروبيني اصلا سخون. صافي، بالنسبه للماء غادي نحتاج نص لتر ديال الماء، انا اللي غادي يجمع لي هاد العجين، غادي يبقى لي منه غير واحد قياس جوج معالق، ولكن ديك الساعه نتوما الماء غادي يبقى لكم على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب البيض. العجين ما يجيش لكم جاري بزاف، وما يجي خفيف بزاف، وما يجيكمش عاود قاصح. الا عندكم شي حاجه، شي خاتم اولا شي حاجه في يدكم، حيدوها، لان ما غادي غير يفسد لكم العجين، او اللي من الاحسن زودوه. صافي، بالنسبه للماء هذا هو القياس للماء اللي احتاجيت، يعني نص لتر ديال الماء، قل شويه ماشي بزاف. صافي، من بعد ما عجنتو ما تعجنوش شي بزاف، غير حاولوا تجمعوها وصافي، لان فيها الزبده والزيت راه كتولي واحد العجينه لينه غير بوحديتها، ما كتحتاج شد ليك بزاف. صافي، قسمتها هنايا على ثلاثه ديال الخبيزات اللي غادي باش نشكل ان شاء الله ثلاثه ديال انواع ديال الفقيقصات. هنايا ضفت معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم، ومعلقه صغيره ديال الصلصه الحاره. الا ما عندكم الصلصه الحاره ديروا الهريسه، اولا ديروا الا ما عندكمش عاود لصوص الطوماط ديروا التحميره. صافي، هنايا هاد بالنسبه لهاد العجينه اللي غندير فيها الصلصه الحاره والصلصه ديالي، كتكون شي شويه جاريه، ديروا فيها شويه ديال الدقيق باش تجمع لكم. بالنسبه للعجينه الثانيه غادي نسمها ان شاء الله بواحد معلقه صغيره ديال الزعتر، ومعلقه كبيره ديال الزيتون كحل مطحون، كتجي رائعه، وكتجي من السمك كتجي رائعه. بالنسبه للعجين الثالث غادي ندير فيه ان شاء الله معلقه صغيره ديال الزعتر مطحون، ومعلقة كبيرة ديال البافو أو لا الحبوب الخشخاش. صافي، من بعد ما شكلتهم كاملين ونسمتهم، غادي نبقى نقسم إن شاء الله العجين الأول إلى قطع هكا، وغادي نشكل منه إن شاء الله حرابل
في الاول غادي تطلقوهم هكذا شويه وغادي تخليهم كيترخاو وغادي تبداو باللوله باش كيطلقوا لكم دغيا. صافي هنايا يلا درت فيها بابي كويسون وغادي نستفهم في اللاطا. بالنسبه للفرن راني درتو كيسخن على 180 درجه، يعني دي الدرجه ديال الحراره اللي غادي نسخن. ديتو بكري داكشي علاش خليتو على 180. الا كنتو ما شعلتوش عليه بكري ديروه 300 درجه اولا 250 درجه وتخليوه حتى كيسخن، تهبطوا الحراره ل 180. صافي بالنسبه للعجينه الثانيه اللي نسمنا بالزيتون وبالزعتر حتى هي غادي نشكل حريبلات، فخليوهم يترخاو لان كيتجبدوا، خليوهم يترخاو وتبقاو غادي معاهم شويه بشويه. فما فيها باس الا كاين شي حد يعاونكم من الاحسن، ما راه ساهلين، راه كيوجدوا دغيا ماشي كيشدوا الوقت بزاف. صافي من بعد ما شكلتهم انا غادي نديرهم في الفران، من الفران غير يتشمعوا ماشي يطيبوا. دابا هاد اللاطه اللي درت الفوق غادي نهبطها لتحت صافي، وهذيك اللي لتحت غنطلع على الفوق غير شويه غير يشبروا راسهم صافي كنحيدهم. بالنسبه اللي فيها البافون والزعتر حتى هي شكلتها هكا حرابل باش نحيد هذوك اللاطات بجوج، غادي ندخلها هي يعني. الطريقه راه ساهله وبسيطه وراه كيوجدوا دغيا، ما كيتعطلوا شيء بزاف. الحاجه الوحيده اللي غتشد لكم هذا هو التقطاع والطياب. صافي من بعد ما تشمعوها انتم كتشوفوهم شادين وقابضين في راسهم، ما طايبين ما والو، غير كيشدوا راسهم باش كيجيونا ساهلين في التقطاع. ضروري هاد المرحله مهمه تغطيوهم، وغادي تخليهم، خلينا خليتهم حتى وجدت لي اللاطه الثانيه، وغادي نزيد نخليهم يرتاحوا واحد شويه، خليهم على الاقل واحد نص ساعه بيد ما تجمعوا دوك المعنات وداكشي عاد تبداو تقطعوا. صافي هنايا انا بديت قطعت، خليت غير باش نوريكم الطريقه، يعني ممكن تقطعوهم بجوج في دقه، ممكن تقطعوا واحد بواحد. صافي يكون شي موس يكون ماضي، انا فضلت كنخدم بهاد الموس هذا كيجيني رقيق، هذاك الموس اللي كنحلو به الكراطان ولا كتحلو به شي حاجه، هذاك الموس ماضي بحال الززور يعني كيقطع دغيا وكيسربيكم. هذا الموس هذا رائع. صافي هانتوما تشوفوا كنقطعهم يعني دغيا طريقه ساهله. انا خليت غير كل عجين خليت لكم منها شويه باش ديجا قطعت باش نربح شويه ديال الوقت. صافي غادي نسرحوهم في اللاطه، حاولوا ما يجيوكمش وحده فوق وحده، حاولوا انا راه اللاطات غادي نقص منهم شويه، غنقص شويه 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 من كل لاطه باش يطيبوا ليا على خاطرهم. وطيبوهم مزيان يعني ما تخليوهمش خضرين اولا، خاصهم يطيبوا باش هذاك الشيء اللي درنا فيه كله كيكون واحد التركيز ديالهم عالي، وكيعطيو معال ملي كيطيبوا كيعطيو واحد المذاق رائع. صافي من بعد ما طيبتهم المرحله ديال الطياب راه خاصكم تقلبوا فيهم، كاين الفران اللي كيطيب من واحد الجهه واحد الجهه ما كيحمرش، يعني خاصكم تردوا معاون بلا ديك المرحله كامله باغا نصورها معاكم، ولكن الفران سخون والتليفون كيسخن يعني ما جاني صعيب نصوروا الحراره، فقلت غادي نبقى نقول لكم غير الطريقه، لان على حسب الفران ديالكم حاولوا تردوا معاهم البال مش ميتشوطوش لكم الفقيقصات ديالكم، يعني كل وحده راه كتعرف الفران ديالها ان جهه اللي كطيب وان جهه اللي كتحرق واللي كتشوط دغيا، يعني راه كل وحده كل واحد يعني كنقول كل وحده يعني كل واحد، راه كاينين ما شاء الله حتى رجال حتى هما كيصايبوا. صافي من بعد منين طابوا عملتهم هنايا فهاد الاثنين نقاط، كيجي المنظر ديالهم جميل وكيجي الشكل رائع. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم، ما تنساونيش بلي لايك وبالتعاليق الجميله ديالكم اللي كتفرحني دائما، واذا كنتو اول مره كتزوروا القناه اشتركوا فعلوا الجرس وباش يوصلكم دائما الجديد. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، يعني انتم كتشوفوا كيجي المنظر ديالهم جميل ورائع والمذاق ولا اروع، يعني واحد النسمه طالعه منهم ما شاء الله رائعه. شكرا لكم ومع السلامه.